ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري بيبي بيبي بيبي؟ نمتي ولا ايه؟ معلش يا سيادة، تعبانة قوي. لا حبيبي معلش، ايه في كوارع وعكاوي واتاكلت ولازم يطلعوا على حد النهارده. يلا يلا بجد ما بهزرش، تعبانة، سيبني انام. يلا تصبح على يلا. خير. ده ايه ده؟ وان جيتنا في يوم تنادينا بس بقى يا زياد بقى. انا عايز افهم في ايه بالظبط؟ هو انا مقصر معاكم في حاجه يا جدعان؟ سهر ومسهركم، شرب ومشربكم على حسابي كمان، عيد ميلاد ولقطه ودلع اخر دلع. لا بجد يا جدعان، هو في ايه؟ انتوا بايعيني كده ليه؟ انا عايز افهم بس، هي فين المشكله؟ ما المشكله يا اسمه ان انا مش فاهم هي فين المشكله. وانت كمان يا كريم، انت اول ما جيت انا اتفائلت بيك، قلت هنكسر بيك الدنيا. ايه اللي حصل؟ قلبت بطه بلدي كده ليه؟ لا هو الموضوع مش كده صدقني يا مستر صادق، بس الموبايل الجديد ده 7M فيه عيوب منيله ب 60 نيله. هي مش عيوب بس، هو ما فيهوش اوبشنز اصلا. فعشان اقنع الكلاينت ان هو يسيب الموبايلات الحلوه اللي موجوده في السوق ويشتري الموبايل بتاعنا، محتاجه بس شويه وقت وتكتكه كده مش اكتر. غريبه جدا، ده انا بحسب ان انت واسمه تقدمتوا حاجه وزينب هي اللي معطلها لكم. اولا اسمه دي حبيبتي طبعا، ثانيا كريم اي حاجه يقولها انا ماشيها له من غير كلام، والله ده حبيب قلبي. ده حب بقى، ايه عروسه في ايه؟ ابوس ايدك ما توديناش في داهيه. هو مستر صادق مش هيرتاح غير لما اتطلق ان شاء الله. لا بس انا عايز افهم حاجه بس، هو الموضوع بقى ماشي عندنا في الشركه هنا بالحب؟ يا سيدي بهزر والله. هزروا انتوا كده، افضلوا هزروا لغايه لما انا اترفض ان شاء الله. كده عموما شوف، خليني اقعد مع كريم واشوف في ايه في دماغه ونظبط الدنيا مع بعض. طيب هستاذن انا. راح فين يا بنتي؟ لا خلاص، ما زينب قالت هتقعد مع كريم ويظبطوا الحاجات مع بعض، انا بس عندي شغل في المكتب هروح اعمل. على اذنك. يا زعلت ولا ايه؟ مش عارف، مش ناقص جنون، راح اشوف في ايه. ايه يا عم ده، في ايه؟ مالها دي؟ مفيش حاجة، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ عادي. انت شايف ان مفيش حاجة يعني؟ عموما انا شايفة حاجة تانية خالص، بس تمام. يعني ايه ابقى قاعده وكاني مش موجوده؟ لو هي تبص لكريم وتقول له احنا هنبقى نشوف مع بعض يا كريم، ده على اساس ان انا مش مديره الديبارتمنت يعني؟ معاكي حق، عرفت تهدي بقى؟ بس على فكره انا ما حسيتهاش كده خالص، انا حسيت ان هي بتتكلم ان انت وكريم واحد بس. بس انا وكريم مش واحد، وبعدين هي اصلا باين قوي انها ما بتحبنيش، وانا مش فاهمه ايه السبب انها ما تحبنيش، يعني ما عملتلهاش اي حاجه طول عمري. ده غير طبعا انها طول ما هي قاعده عماله تعاكس في كريم، مفيش واحده متجوزه بتعمل التصرفات دي. اسمك بتهزر، وكان واضح جدا انها بتهزر، وبعدين ما تعاكسوا حتى، انت ايه اللي ضايقك في كده؟ ايه اللي ضايقني في ايه؟ يعني هكون غيرانه عليه مثلا؟ انا بس ما بحبش الطريقه دي في الشغل. طيب اوكي. خلاص. حصل خير. حصل خير. اوكي؟ عايزه افهم بقى ايه موضوع زينب ده بالظبط. هو ايه هو اللي موضوع زينب؟ بص يا كريم، انا عارفه ان احنا اتفقنا ان احنا نقفل الموضوع ده خالص وكل اللي حسينا بيه ننساه، مش كده؟ اه. طيب زياد طبعا مش فاهم حاجه وطول الوقت يضغط عليك انك تيجي، وانا بصراحه دي حاجه انا مش عايزاها. طب انا هعمل ايه طيب؟ ما انت عارفه زياد وزنه. وبعدين ثانيه واحده، ايه علاقه ده وموضوع زينب؟ لا موضوع زينب بقى حاجه تانية خالص، اللي طول الوقت شايفاك قمر وعماله تدلع فيك قدامي. لا وندى اللي انت طلعت فجاه بتحبها وبتكلمها في اليوم 20 مره. منين جبتي الكلام ده؟ هي قالت لي كده. هي قالت لك كده؟ ايوه هي قالت لي كده. ليه مش هي اللي جايبه لك الورد؟ اه هي. طب لما انت بتحبها عملت معايا كده ليه؟ ليه خلتني احس بحاجات انت اصلا مش حاسس بيها؟ والله العظيم كل اللي هي قالته ده كذب.
انا مشكلتي معاها ان انا مش حاسس بيها خالص، بنفض لها معظم الوقت، بس هي اكيد مش عايزه تحسسك بده. انا اصلا مش فاهمه ايه اللي يخليك تعجب باتنين اصلا مش شكل بعض خالص، يعني هي شكل وانا شكل تاني خالص، ولا انت اصلا ما كنتش معجب بيا؟ لا يا اسم، انا مش معجب بيكي يا اسم، انا بحبك، بحبك يا اسم. انا كمان بحبك. ايه مالكم؟ اتخضيتوا ليه كده؟ شفتوا عفريت ولا ايه؟ ايه المفاجأة دي؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت عندي ميتنج النهارده في شركة اسمها الوادي، بعتولي اللوكيشن النهارده الصبح، ببص لقيت الشركة قدام الشركة، قلت اقعد معاكم شوية. طب لي شاي يا ابني. دي ايه شركة الوادي دي؟ شركة كده بتاعة الطباعة. طيب اسيبكم بقى تقعدوا مع بعض، هروح عشان عندي شغل كتير قوي في المكتب. زي ما اتفقنا بقى يا كريم، يبقى عدي عليا وانت ماشي. ماشي اه تمام. اتفقتوا على ايه؟ ايه على ايه؟ في ايه؟ مش هي بتقول لك يا ابني زي ما اتفقنا؟ بتلعبوا على مين يعني؟ استنى بس هتولعها عشان نسيتها في العربيه. اه ده كلاينت كده بس، كنت عرضت عليه برزنتيشن كده، هنقابله النهارده. ايه بتضحك على ايه؟ انت عارف ان انا لحد دلوقتي مش متخيل ان انت بتشتغل في مصر ومستقر فيها، ولا كنت اتخيل ده اصلا. بجد يا كريم، انت وجودك جنبي هنا فارق معايا جدا في حياتي. اشمعنى؟ مفيش، الناس بقت وحشه قوي يا كريم. انا ما بقتش عارف اتعامل مع حد ولا افهم حد، ما بقتش تعرف تميز ما بين ولاد الناس ومش ولاد الناس، كلهم بقوا شبه بعض، وانا الايام دي مش عارف اثق في اي حد خالص. عشان كده وجودك جنبي حقيقي مفرحني جدا. الايام دي ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ هو في حد علم عليك ولا ايه؟ عيب عليك اخوك اسد، انا بس اللي بيزعلني النوايا، هما بينوا يغدروا بس ما بيلحقوش ينفذوا. بس انت برضه المفروض تفترض حسن النيه، وبرضه ما تخليش حد يضحك عليك. أنا بقى بقيت سيء النية، بتعامل مع الناس كلها بسوء نية إلى أن يثبت العكس. كده آمن. الواحد الأيام دي ما بقاش عارف الضربة جاية له منين، فلازم يأمن نفسه. عشان كده بقول لك إن أنت وجودك جنبي الفترة دي خليني مطمن، يعني حواليا حد عارف أثق فيه وأتكلم معاه براحتي. طب احكي لي عملت إيه مع شركة الوادي، تمام؟ زفت، أسعارهم زي الزفت. لو عايز حاجة هي أحسن شركة تعتبر بوليبرت في السوق وأحسن أسعار. فين يا ابني الشاي اللي أنت طلبته لي؟ اه صح نسيت. خلاص خلاص اشربه مع اسمك، هروح اقعد معاه شويه وامشي، عندي شويه مشاوير كده. بقول لك ايه، لو فاضي بالليل عدى عليا نقعد مع بعض شويه. قشطه جدا، هعمل كده. انت كويس؟ اه انا كويس. مبسوط اني شفتك حبيبي، نورت الشركه. يا حبيبتي مشغولة؟ لا 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 عادي. ايه هتعمل ايه؟ مفيش، هشوف ورايا ايه. بقولك ايه يا كريم، ماله؟ ماله؟ مفيش يعني، حاسه مش على بعضه كده ومخطوف. وانت مضايقة في حاجة؟ لا ابدا، وانا هضايقه ليه؟ معرفش، انا حاسس دايما ان انت بتعامليه معاملة مش حلوة او مش حباه، وكريم كرامته عنده بالدنيا كلها. لا وانا هكرهه ليه؟ يمكن اكون مش مرتاحة له بس شوية، بس مفيش حاجة خالص. لا والله، مع الوقت هترتاحي له وهتحس ان هو حد محترم جدا. انا همشي بقى، كلميني وانت مروحة. باي. الو، ايه اللي حصل ده؟ مش عارف، بس انا كنت حاسه عمال بيلقح كلام. مش عارف، بس انا مش عايز اكبر الموضوع، هو وجوده اصلا كان غريب. لا والاغرب التوقيت اللي دخل فيه، انا حاسه ان دي اشاره عشان نبعد عن بعض. لا بس احنا لازم نهدى، لان احنا متوترين قوي، لازم نتكلم. بصي نصايه كده وعدي عليكي. اوكي؟ لا لا لا، احنا عندنا ميتنج الساعه 3، لما نبقى نخلص ونبقى نقعد مع بعض نتكلم. اوكي، انت هتروحي ازاي؟ انا هروح بعربيه الشركه وانت بقى تعالى بعربيتك.
كده احسن. اوكي ماشي. والله انا سعيد جدا جدا باللي بسمعه، سعيد اكتر مستر كريم عنده حماس للموضوع ده ويقدم احسن ما عنده ان شاء الله. بس من ذوقك يا استاذ جمال واشكرك، واحب اقول لك ان انا هكلمك اول ما عندنا الابديت. اوكي وهو كذلك. طيب متشكر مدام اسمت. ميرسي. شكرا يا استاذ كريم. ميرسي جدا. نتقابل قريب ها باذن الله. ان شاء الله تلاقيني بكلم حضرتك قريب ان شاء الله. باي باي. انت عبقري. اشمعنى؟ قاعده بتفرج عليك وانت بتتكلم، عمال اقول لنفسي انت المفروض تبقى في مكان اهم من كده بكتير. مش للدرجه دي يعني يا اسمع. لا والله مش بجاملك. عامة كل حاجه في اوانها. الاهم دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عايزه اتكلم معاك بصراحه. بليز. انا مش قادره استحمل فكره ان انا عايشه باذي حد. انا ما تعودتش ان انا اغلط، وحتى على موضوع الشرب انا عمري ما كنت بشرب. زياد لما اتجوزنا اللي عودني على الشرب. انا مش عايزه افضل عايشه كده. وفي نفس الوقت غصب عني مش عارفه ابعد عنك. انا والله اسمت عندي نفس المشكله، مش عايزه اذي زياد، انا بحبه ده اخويا. انت رأيك ان احنا نبعد عن بعض صح؟ العقل بيقول كده بس انا مش قادر اقول كده. انا رأيي ان احنا نحافظ على اهم حاجة، ان احنا ما نأذيش زياد. اوكي في مشاعر ما بيني وما بينك خارج ارادتنا، بس اللي نقدر نتحكم فيه ان احنا نحكم مشاعرنا دي او نعبر عنها بس في حدود المعقول.